ولمزيد من المتابعة والتحليل معنا عبر الهاتف الدكتور علي قطب أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق. يعني قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 تحمل شعار التنفيذ، تنفيذ للوعود من الدول التي كانت أكثر تأثيرا للدول الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية بسبب الانبعاثات الكربونية والوقود الأحفوري والغازات الدفيئة وغيرها من مؤثرات. يعني ما هو المتوقع وما هو المأمول من هذه القمة؟ المأمول أشياء كثيرة جدا، لكن المتوقع طبعا مش هيكون نفس مضمون المأمول. المأمول انخفاض نسبة الاحتباس الحراري اللي موجودة في الجو، عشان يبقى في تكيف مع المناخ محتاجين تمويل كبير جدا. الحلول كثيرة جدا جدا، لكن التنفيذ والمتوقع شيء ثاني. طبعا المتوقع هيكون أفضل مما كان في المؤتمرات السابقة اللي هي COP26 وكوب كان 2015 اللي حدث في باريس، لأن الظروف المناخية التي سادت العالم على مدار عام 22 وعام 21 كانت ظروف قاسية، وقضايا المناخ كانت قضايا قاسية على المواطن الأمريكي والمواطن الأوروبي أكثر من قسوتها على المواطن الأفريقي. لأن طبعا لما نكون الدول أوروبا لم ترصد درجات حرارة مرتفعة بهذا الشكل مثلما حدث في عام 22، درجات حرارة وصلت إلى في لندن إلى 45 درجة، وفي إسبانيا مدريد 48 درجة، وفلوريدا تجاوزت 50 درجة مئوية، وأنهار جفت. فما هذا دليل على أن التغير المناخي قد طال أوروبا وطال أمريكا، وبالتالي تأثرهم بهذه التغيرات المناخية كان أكثر مما تأثرت به أفريقيا. يعني أفريقيا متأثرة بالتغيرات المناخية بقى لها فترات طويلة. التلوث البيئي مؤثر على أفريقيا لأن لم تكن لدينا تكنولوجيا حديثة، ولم تكن لدينا في أفريقيا تمويلات تساعد في التكيف مع المناخ والتغيرات المناخية. وبالتالي المتوقع في هذه المؤتمر أو هذا المؤتمر تحديدا، ومن خلال الملفات التي عرضت على اللجان وعلى رؤساء الدول، أنه سيكون هناك تجديد في المشروعات وتجديد في نصوص التوصيات التي تختلف عن ما سبق منها. فمثلا على سبيل المثال، هيبقى بدل ما دفع ما قيمته 100 مليار دولار سنويا، والتوصيات السابقة لم تحدد من الذي يدفع ولمن يدفع، هل لمصر، هل لأفريقيا بالكامل، هل لدولة معينة بعينها في العالم، ولكن التغيرات المناخية التي حدثت تجبر هذه الدول بإجراء تخفيض انبعاثات كربونية تدريجيا. وإن كانت الظروف الاقتصادية والسياسية معوق لهذا الموضوع، لكنها هيكون هناك بدائل موجودة في تخفيض الانبعاثات الكربونية باستحداث نظم رصد حديثة ونظم استخدام طاقة جديدة صديقة للبيئة، مثل غاز الهيدروجين، مثل الطاقة الشمسية، مثل طاقة الرياح، مثل تحلية المياه، مثل حاجات أشياء كثيرة جدا جدا. طول ما هناك بحث علمي وطول ما هناك في قلق على الكرة الأرضية من هذه الانبعاثات الكربونية، سيكون هناك جديد بصفة مستمرة، وده اللي بيتم من خلال اللجنة الدولية المعنية بالتغيرات المناخية بهيئة الأمم المتحدة. لأن الهيئة احنا في الأرصاد الجوية بنرصد يوميا قياسات عناصر المناخ والطقس، وتم إرسالها إلى الهيئة الأمم المتحدة، وبالتالي بيتم تقييم لهذه العناصر من كافة الدول من خلال اللجان المستمرة، وده اللي بيوصل بقى فيه الآخر ويرفع إلى القيادات السياسية العليا. والرؤية هنا بتبقى واضحة، إما نكون أو لا نكون، لأنها قضية بتمس محاور عديدة. المحور الاقتصادي أهم ما يعني يجذب الإنسان، إن الناحية الاقتصادية بتتأثر تأثر مباشر بالتغيرات المناخية. طب إزاي؟ لما يحصل فيضانات في باكستان وتدمر البنية التحتية، كم من الملايين والدولارات تحتاجها إلى إعادة تنمية هذه المنطقة والبنية التحتية؟ كم من الملايين تحتاجها إلى شراء الغذاء، لأن المياه غمرت الثمار والنباتات والغذاء وأدت إلى قضية وهي قضية الغذاء العالمي؟ كم من الموجات الحرارية تقتل من البشر؟ كم من الأعاصير تقتل من البشر؟ كل هذه القضايا قضايا مهمة جدا جدا، وهي بتصب في الآخر على الإنسان
والتنمية الخاصة بالإنسان ومحاور عديدة مختلفة، يجب على دول العالم أن توضع هذه النظرة في الاعتبار، وهذا ما أتوقعه إن شاء الله أن يكون هذا الاجتماع في نهايته أفضل من الاجتماعات السابقة نظرا للحضور الكبير الذي ساد منطقة الشرق الأوسط تحديدا جمهورية مصر العربية، مدينة السلام، مدينة شرم الشيخ، وأيضا أن يكون هناك هذا الوفد مع خوف وقلق من الظواهر الجوية القادمة على الجيل الحالي والأجيال القادمة. يعني كما ذكرت كان هناك الكثير من الوعود ومحاولة التزام وتعويضات تصل إلى 100 مليار دولار، ولكن حتى الآن لم يتم تحديد من سيدفع ولمن كما ذكرت، ولكن الظواهر التي حدثت أو نتجت عن التغيرات المناخية من فيضانات وحرائق وندرة وقلة في الموارد الغذائية والمحاصيل جعلت الدول المتقدمة تضع يدها في الدول كما نقول الدول الفقيرة أو النامية، ولأول مرة نشهد هذه الظاهرة وهو محاولة التكامل والتعاون ما بين الدول المتقدمة والدول النامية، لأن هذه الدول المتقدمة الصناعية الكبرى أيضا في أوقات تحدث لها يعني قضايا كثيرة جدا ودمار كبير جدا. على سبيل المثال عندما يضرب إعصار في شرق الولايات المتحدة الأمريكية من خلال المحيط الأطلسي في المنطقة المدارية، هذا الإعصار يدمر الكثير من البنية التحتية، يحدث فيضانات تدمر المناطق الزراعية المحيطة بها، يؤدي إلى وفيات كبيرة، على الرغم من أن إمكانيات الولايات المتحدة الأمريكية التكنولوجية تعطيها الفرصة وإمكانيات أي دولة تعطيها الفرصة التنبؤ بهذه الأعاصير، لكن هذا احنا لا نستطيع مواجهة الأعاصير، ولكن احنا بنقلل من مخاطر الأعاصير. المنطقة التي سيضربها الإعصار بتبقى منطقة منكوبة، اذا هذه الافراد الذين يعيشون في هذه الجزر سيموتون، وبالتالي ما ينقل منهم القليل او الكثير، لكن هتظل الجزيرة وتضمر الجزيرة مثل ما حدث في التسونامي. التسونامي في اندونيسيا قتل اكثر من 11,000 مواطن. التسونامي في اندونيسيا ادى الى ارتفاع الامواج وصلت ل 30 متر، اغرقت عمائر وعمارات. اذا هذه الكوارث الطبيعيه كوارث مدمره تدمر الاقتصاد. اي اعصار من الفئه الاولى تدمير ما يخلفه اكثر من 100 مليار دولار امريكي، فما بالك لو اعصار من الفئه السادسه قد يؤدي الى تدمير ما قيمته 700 مليار دولار أمريكي. ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها في القريب العاجل العاجل جدا للحد من التغيرات المناخية؟ هناك عدة طرق مختلفة للحد من الانبعاثات الكربونية، وهناك طرق لمواجهة التغيرات المناخية والتكيف مع التغيرات المناخية. الحد من الانبعاثات الكربونية لم يكن في يوم وليلة أو في عام، سيستمر عدة أعوام، ولكن إذا كانت النية صادقة وكل دولة من الدول الصناعية الكبرى لديها ما تستطيع تخفيض الانبعاثات الكربونية باستخدام طاقة صديقة نظيفة للبيئة في التنمية المستدامة لدى هذه الدول، ولكن إذا استخدمت طاقة الوقود الأحفوري ورجعت لاستخدام طاقة الوقود الأحفوري ولو بنسبة 50%، فهذا يستمر معانا حتى نواجه انخفاض الانبعاثات الكربونية أكثر من 50 سنة، حتى نعود إلى الطبيعة أو إلى ما كنا عليه. لكن عشان نتكيف مع هذه الأمور الغير طبيعية والناتجة عن النشاط البشري الإنسان، نستطيع اكتشاف أدوات رصد جديدة والتنبؤ بتكنولوجيا حديثة تخدم مجال الطقس والمناخ، وتمويل ضروري من هيئة الأمم المتحدة للدول النامية لمواجهة مثل هذه التغيرات الناتجة عن التغيرات المناخية والتكيف معها، بالإضافة إلى ما يسمى بأسواق الكربون، بمعنى أنا دولة لدي مشاريع استثمارية ومن حقي تنمية مستدامة، فبأقوم بتنفيذ المشاريع الاستثمارية بالاقتصاد الأخضر، ببطاقة شمسية جديدة، بإنتاج غاز الهيدروجين الصديق للبيئة، بإنتاج الكهرباء بطاقة الرياح، بتحلية المياه،
بكل هذه الامور بالاتساع بالمساحه الخضراء، بنقله حضريه من استخدام الوقود احفوري بيستخدم في جميع السيارات والقطارات الى قطارات ذكيه ومدن ذكيه. كل هذه المشاريع محتاجه تمويل كبير جدا، هذا التمويل لن يكفيه ال 100 مليار دولار ولكن قد يزيد، وبالتالي الدول المصدره انبعاثات كربونيه عليها ان تدفع لما نحن قمنا به بتنفيذه. ما قيمته؟ اسمها شهادات الكربون او شهادات المناخ الكربون او اسواق الكربون من خلال هيئه الامم المتحده. يعني كما ذكرت الاقتصاد الأخضر وهو محور آخر، يعني مدينة شرم الشيخ هي أول مدينة في الشرق الأوسط تتحول إلى الأخضر، وهي مدينة صديقة إلى البيئة، وهي اعتمدت على التحول إلى كل الوسائل التي تكون صديقة مع البيئة. يعني استطاعت مصر بالفعل أنها تبهر العالم بهذا التحول، وكم نحن فخورون وسعيدون أيضا بهذا التحول. وكما ينضم إلينا الزميل أشكرك شكرا جزيلا الدكتور علي قطب أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، كنت معنا عبر الهاتف.